تعرفوا على ألتيما توكن معاصر بسجل قوي تتمثل مهمته الرئيسية في أن يصبح وسيلة دفع موثوقة لمئات الملايين من الناس بغض النظر عن مكان إقامتهم ودرجة التعليم والمهارات الفنية. التوكن سهل الاستخدام وآمن ومعتمد بمثابة حلقة وصل بين الاقتصاد التقليدي وعالم التشفير. استخدامه التاجر يستطيع بيع سلعه مقابل العملات المشفرة، والمشاريع تجمل التمويل اللازم لتنفيذ المساعي، والمستخدم من القيام بالمعاملات بسرعة وأمان. بعد أن أصبح أسطورة السوق تحول ألتيما إلى البنية سمارت بلوكتشين، وهي عبارة عن بلوكتشين محسن فعال تم إنشاؤه بواسطة فريق متطورين الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في عالم التشفير. هذا يعني أن سرعة المعاملات ستزداد مئات الأضعاف، والوصول إلى إدارة التوكنات سيكون أسهل، والتكامل مع خدمات النظام سيتيح للمستخدمين تقييم قوة التوكن على أفضل وجه. توكن ألتيما الجديد القائم على سمارت بلوكتشين هو خطوة قوية للأمام، وليس فقط للنظام البيئي فقط، وإنما لسوق التشفير برمته. إنه مستقبل الصناعة التي نستطيعها معكم اليوم. شكرا لكم، إلى اللقاء، تابعونا دائما وأبدا، نراكم فيما بعد.